السوق سيدي مسلك مسلك، الله يجعل البركه الله يجعل البركه. ما مقدرنش لا، الناس راه كيتشري كلها كيشري على جهده، كاينه 24 كاينه 26 كاينه 32 36 كاينه 40 كاينه 50 كاينه 70 كلها وجيبوا، حتى اللي عنده حتى 16 غادي يعيد. يعني كاين هنا حولي ديال 16، كاين حولي ديال 16، كاين حتى ديال 14، واللي ما قد على الحولي ديال المعزه معزه ولا جدي جدي ب 10000 8000 14000، المهم كل شيء غيعيد ان شاء الله. يعني هذا العام الحمد لله كل شيء غادي يعيد، الله يرزقها الصحه والسلامه. سوق عيان خي شويه. علاش شنو السبب؟ مع هاد الازمه ديال كورونا. حاول ترفع السوق ديالك. مع هاد الازمه ديال كورونا هي علاش مخليه الناس ازمه بحال هكا، هي علاش السوق عيان؟ يعني العلف غالي هو. كل شيء غالي هاد العام، كل شيء كل شيء غالي. دخلت على الباطرون عاد الخدام. صبروا انتم ضايعين هذا العام. وضايعين بزاف كاع، ماشي شويه ضايعين بزاف، ولا ما دايره والو، لا ما شادينش كاع فلوسنا، حنا ضايعين في هذا السيبان. ما يجمع زريعته، بالله مسكين والله ما يجمع زريعته. ضايعين في هذا الشيء، حنا عندنا خطيه دروك في هذا الشيء، حنا تنبيعوا بالخطيه وتنزيدوا بحال هذا. الثمن يعني تقريبا شحال؟ والخروف راه تيجر لك 6000 8000، تيجر لك 10000 وتيزيد. كسيبه هذا راه واقع. كسيبه هذا. كاين واقع 14000 15000 تياكلك في العام. الثمن شويه شويه نقص السوق. الموجود كاين، الموجود كاين، ولكن في الله مسكين ضايعين هذا العام. علاش ضايعين؟ بزاف على الف الثمن ما كاين. كاين اللي شرا البهيم بالثمن وعلفوا بالثمن وما شد والو. يعني اغلى واحد وارخص واحد. وي البهيم غاليين من اللي كنشراو الناس، من اللي غايبيعوا من الثمن ما كاين. يعني شحال الثمن كاع اللي راه شراو لنا؟ كاين اللي شرا البهيم ب 30000 25000 ودابا غايبيعوا ب 30. فين هو العلف؟ فين هو الصيف؟ فين هو السفرح؟ فين هو داك الشيء اللي كاين؟ كاين والو صراحه، راه بدنا مضيعين بزاف هاد العام. تبينا زعما كنظن في متناول الدروش والمسكين، ولكن الله يهديك كيتبع الشنداقه كما كيقولوا، هما اللي مخسرين السوق. ما كيقنعش بديك 1000 ريال ولا 2000 ريال ديالو، ما كيقنعش بها، هما اللي مخسرين السوق. السلعه موجوده والملح الحمد لله داير الثمن، ماشي اللي يقول لك الثمن ما كاين، الثمن كاين الثمن، ابتداء من 40 لتحت كاين الثمن، وكان حاجه مليحه. وهادشي اللي كاين، هما الشنداقه هما اللي مخسرين السوق. انا جيت مش معايا قيادات راس العين. جماعة التيامي قيادة راس العين مش معايا. كي داير الأزمنة ديال السوق هذا العام؟ السوق عيان، عيان ابن عمي عيان بزاف، ولكن أنا رحمدنا الله بعد مع البواء ومع هذا المرض ومع هذا الشيء، الناس تمام مساكن الله يحسن العوان ما كرهوش. والأثمنة كي دايرة يعني الأثمنة؟ ناقصة الوقت، لا ناقصة السومة، ناقصة بزاف، الناس مكرفسين في الله، حرام مكرفسين مساكن. قلت لي الحولي ديال اللي بعناه عام الأول ب 60، هذا العام بعناه ب 40 42، ناقصة خير الله فلوس ناقصة بزاف. شنو السبب؟ يا واني لا الله داكشي جابته الوقت. كتشوفوا راسكم ضايعين. ضايعين بزاف اخويا، ولكن يخلف الله مره هك ومره هك. المواطن يعني ما كيعطيش حتى هو الثمن. والله مسكين هو كراه فيه 4 شهور هو قاعد، ما خلى كاع، وحنا الباركين بهذا القديم اللي كان العيد، ممكن ما كان العيد شويه يعطوا. راه قضيه مزيانه. حنا الباركين وداب الحاج.